أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت وصدى. لم تسلم المشافي والمؤسسات الصحية وشركات الأدوية من أيادي الإجرام والتخريب، فأضرار القطاع الصحي من الأعمال الإرهابية المسلحة تجاوزت 6 مليارات ليرة سورية، فهناك أكثر من 57 مشفى تعرض للتخريب، وخرج 18 مشفى عن الخدمة، وتعرض حوالي 378 سيارة إسعاف للضرر. ورغم ظروف الحصار الجائر الذي طال لقمة عيش المواطن ودوائه، إلا أن القطاع الصحي استطاع توفير الخدمات للمرضى والمراجعين، كما نجح القطاع الدوائي في تأمين الأدوية المحلية وبأسعار متدنية، وتميز أداء العاملين في المشافي والمراكز الصحية خلال الأزمة الراهنة وخاصة طواقم الإسعاف، حتى أن بعضهم نال شرف الشهادة خلال تأدية واجبه الوطني. ولا بد من الإشارة إلى أن ما أخذ على قيام الهيئات العامة في المشافي أنها ستكون البداية لخصخصة القطاع الصحي، فبعد مرور عدة أعوام على تطبيق هذه التجربة، كما هو الحال في مشفى المجتهد والهلال الأحمر والكلية والعيون بدمشق، وتحديد تعرفة الخدمات في العيادات الخارجية وما يحتاجه المريض من استقصاءات وعمليات جراحية، واقتصار الجانب المجاني على الخدمة الإسعافية. مشاهدينا، نود في حلقتنا اليوم من برنامج صوت وصدى أن نسلط الضوء على الواقع الصحي اليوم في سوريا في ظل الظروف الراهنة. يسعدني أن أرحب بضيوفي الكرام الدكتور عمار كيال، رئيس قسم الليزر في الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي. مرحبا بك دكتور. والدكتور غياث مرعي، مدير التدريب والتأهيل في صحة دمشق. مرحبا بك دكتور غياث. والسيد محمد عكروش، وأنت أعلامي ومتابع لشؤون المجتمع. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا نبدأ معك دكتور عمار، يعني حبذا لو تعطينا لمحة وإضاءة على الواقع الصحي اليوم خاصة في ظل الأزمة الراهنة، وما هو الدور المناط به أيضا؟ الحقيقة نحن ما فينا نخبي عن الإصابة الجسيمة اللي صابت القطاع الصحي مثل ما صابت غالب قطاعات الدولة. المشافي اللي ذكرتيهم اللي تعرضت للإصابات ولخروج المشافي من العمل ومن الخدمة، وإصابات الكوادر الطبية أثر بشكل سلبي على القطاع الصحي. لكن الحقيقة نحن الحمد لله ساعتنا صامدين وبإيمان بالله وبالوطن، مستمرين بعملنا وبجهد لتقديم الخدمة الصحية والطبية اللازمة لمواطنينا لأفراد شعبنا، بغض النظر عن أي اتجاهات أو شيء. المهم نحن نقوم بواجبنا، لكن الدولة الحمد لله عم تستطيع بتأمين احتياجات هذا القطاع على أكمل وجه. نحن في مشفى العيون الجراحي صحيح مثل ما تفضلتي أنه في أجور رمزية عم تتاخذ، لك الحقيقة في توجيهات أنه تحويل قدر الإمكان بالوقت الحالي لرفع نسبة المجان. نحن بمشفى العيون عنا قانون أو عنا التزام بما يقدر ب 60% من نسبة المعالجات لازم تكون مجانية بشمل الإسعاف. اليوم نحن عم نتجه لأكثر من هذا الرقم. الحقيقة الاستقصاءات اللي عم بتصير ولو كانت بأجور رمزية أو أجور خفيفة، لكن أغلبها عم بيتم الإعفاء منه، وعم بيحصل المريض أو المراجع الغير قادر أو العاجز أو اللاجئ إلى دمشق من المناطق الساخنة لإعفائه من كافة الرسوم، وفي بعض الأحيان حتى بإجراء العمليات بمجان تماما. حضرتك رئيس الهيئة العامة في أو رئيس قسم الليزر في الهيئة العامة في مشفى العيون. نعم. يعني تحدثنا أكثر عن تجربة الهيئات أو تحول المشافي إلى هيئات، يعني لسه الناس ما كتير بتحط لها الصورة، لو تعرفنا أكثر عن الموضوع. صحيح. الحقيقة هو قرار تشكيل الهيئات هو قرار حكيم وصائب. المشكلة اللي بتصير بالروتين الإداري بين المؤسسات الدولية أو المؤسسات الدولية بالقرارات الإدارية اللي بتطلع فيها أو القرارات المالية أو القرارات اللي لازم اتخاذها فورا، لما بيكون المؤسسات كلها مرتبطة ببعضها نتيجة تراتبية أو تسلسلية عم بتعيق أداء الخدمة أو عم بتأخرها. لما بيصير في هيئات مستقلة، هاي الهيئات المستقلة عم بتأدي عمل مطلوب، عم بتأدي خدمة سريعة للمواطن، عم بتقوم باحتياجاتها، بتلبية احتياجاتها، بتلبية
متطلباتها بشكل فوري وآني دون المراجعة إلى المديريات المختصة ومراجعة الوزير المختص ومراجعة الحكومة، وهذا كله كان عم يعيق العمل وعم يدخلنا بمشاكل روتينية بالنهاية عم بتعود بسوء للخدمة وبتأخير على المواطن. بالحقيقة قبل ما أنتقل لك دكتور غياس بدي أخذ رأيك تماما بهي التجربة لو سمحت أستاذ محمد. مدام يعني فكرة الهيئات يعني طبعا هن أكثر دراية فيها على تماس، بس أنا من خلال تجربتي بالإعلام كنت لاحظ دائما في حالة من الروتين بعيشها أي هيئة، وليكن مثلا القرنيات، يعني نحن بنعرف القرنيات فيها مشكلة إنه يمكن تكون مدة صلاحية القرنية على سبيل المثال، طبعا نحكي عن الليزر أو نحكي عن القرنيات 14 يوم. بقى لما بيكون في روتين معين عم بيعيشه كمشفى، يعني عم بتكون الفترة الزمنية قليلة بينما تمشي الإجراءات الروتين اللي ضمن تسلسل معين، عم بتخلي هالقرنية تخسر قيمتها بعد مع العلم انه في إلى استيراد وفي إلى شروط معينة تقوم فيها. هالإجراءات هي اللي عم بتقوم فيها عم بتكون روتينية، عم تخسر العملية المطلوبة لتجاه المواطن. بعتقد انه الهيئات المستقلة خطوة جيدة ورائدة بهالموضوع، بس لسه ما تفعمت وتفعلت لياخذ ليكون في تبادل لما يكون في شيء ضمن الاستيراد. يعني بتوقع انه هالعملية شبه ناجحة، بس لازم تكون بآليات وتطورات أكثر ليقدر المواطن يحصل على حقه أو على أي عمل محتاجه، سواء قرنية أو سواء لأي عمل جراحي بيتطلب منه. ما نكون والله نحن مستمرين بآليات تمشي ضمن تسلسل معين وتعطي نوع من فائدتها ما بعد ما يكون انتهت القصة، ويمكن يكون الشخص توفى أو حدث له شيء طارئ بهالنتيجة. بتحكي عن نقطة الروتين يعني بعمل الروتين بعملنا الإداري بيتطلب، يعني ليش نحن دائما أحيانا نتمتع بالخاص؟ لأنه عنده متطلبات تحضيرية جاهزة أو تقديم، حتى مو بس على مستوى الطب، على مستوى أي سلعة كانت بتشاهدي أنه بيقدموا لك الطلب قدامك، العروض موجودة بأسعار قليلة، بينما بتلاقي التعامل مع الدولة الروتيني القاتل الموت الصامت مثل ما يسموه، شوي شوي لدرجة أن تحصلي على النتيجة بتكون النتيجة انتهت ونحن ما حصلنا على شيء، بس لأنه والله هيك الروتين دائما شماعة موجودة. بتوقع أنه الهيئات المستقلة أعطت دورها شوي شوي خطوة للأمام. يعني هيك حبيت تصعلقها الحقيقة. الهيئات مو بس هيك، نحن في كتير متطلبات نحتاج شراء بشكل مباشر مثل ما تفضل أستاذ محمد، لزوم معينة ومباشرة وبشكل آني. إذا بدنا نشتغل على الطريقة القديمة، على طريقة الارتباط بالمديريات وبالوزارات بشكل مباشر، هذا الشيء حيعطل كتير من سير العمل. نحن في كتير كان مثلا مشاكل، انتوا طبقتوا هاي التجربة، اشرح لنا عن تجربتكم. تجربتنا بمشفى العيون الحقيقة نحن فتنا عليها بشكل متأخر شوي، بعد ما شفنا المشافي الثانية أو الهيئات الثانية بلشت فيها واستفدنا من الأخطاء اللي وقعوا فيها وتجنبنا الوقوع بنفس الأخطاء. هيا نحن بمشفى العيون مباشرة شفنا شو الأماكن اللي فيها نقاط ضعف. أهم شيء المعالجات الفورية للمريض. مثل ما بنعرف انه الهيئات هي هيئات مستقله تتقاضى اجر ولو اجر بسيط. موضوع الاجر لازم نحكي عليه، هو اجر بسيط جدا ورمزي، ولكن هذا الاجر ما عم بيروح هدر، ولا عم بيروح يعني المواطن اللي عم يدفع هذا الاجر البسيط عم بيروح لتحسين المشفى، لتحسين خدمات المشفى، لتحسين اجهزه المشفى، لمواد عم ترجع بالفائده على المريض. لو نحن هذا الشيء نحن كنا عم ناخده ضمن ميزانية معينة أو ضمن شروط معينة أو ضمن شيء محدد، هذا الشيء كان حيحد كثير من صلاحياتنا ومن إمكانياتنا على التطوير وعلى خدمة المريض وعلى خدمة المواطن. هيئة العيون أو هيئة العامة لمشفى العيون الجراحي نحن استفدنا من هذا الموضوع. نحن الحقيقة بلشنا طلع قرارات تنفيذية بمجلس إدارة اللي بيرأسه السيد وزير الصحة، كيف بنتقاضى الأجور للمواطنين. الحقيقة المواطن عم ناخذ منه نصف القيمة المقدرة لأخفض سعر بالنقطة الطبية،
يعني نحن أكثر نقطة طبية قديش معالجة 300 ليرة بناخذ نصف السعر على المعالجة الطبية. يعني شبه رمزية تقريبا. أجور رمزية جدا، والمرضى العاجزين مع هيك عم يتم إعفائهم، نسبة الإعفاءات ونسبة المجاني في مشفى العيون 60%. الخدمات اللي حصلنا عليها بهال 40%، أي مواطن أو أي مراجع على المستشفى بيحسن يشوف الفرق الكبير. طبعا الحالات لا تشمل حالات الإسعافية. حالات الإسعاف دائما مجانية. دائما إذا كان مجانية. في حالة إنه مستعجلة. كله مجاني. أي حالة تدخل المشفى حالة مستعجلة هي حالة إسعافية دائما مجانية. ولا يتقاضى عليها ولا أجر، وكل الإجراءات وكل الاستقصاءات اللي بتتبعها هي حالات مجانية طالما قبول هذا المريض إسعافي. رح نرجع لهي النقطة، لكن بدي أنتقل للدكتور رياس. يعني معروف أنه هذه الهيئات باتت رديف للمراكز والعيادات الشاملة اللي تحت رعاية مديرية الصحة. يعني حبذا دكتور رياس لو نحكي للسادة المشاهدين أكثر عن عمل هالمراكز والعيادات الشاملة في تقديم الخدمات الطبية. هل تقدم الخدمة الطبية مطلوبة بالفعل؟ طبعا مدير صحة دمشق بتقدم خدمات طبية متعددة، طبعا منها الشق الوقائي ومنها طبعا الشق العلاجي. طبعا يتواجد في مدير صحة دمشق حوالي 60 مركز صحي، 45 مركز صحي منهم يقدم الخدمات الأساسية اللي هي تخدم مبادئ الرعاية الصحية الأولية. طبعا أهم خدمة هي خدمة اللقاح، عندنا خدمة الصحة الإنجابية، في عندي خدمة السنية، في عندي العيادات التخصصية الأخرى طبعا، وكل هاي طبعا تقدم بشكل مجاني طبعا، بالإضافة إلى وجود 15 مركز تخصصي، هدول يختصوا بالأمراض السارية بالأمراض المزمنة طبعا، عم تقدم الخدمات كلها بشكل كامل. خلينا نقول عدد العيادات والمراكز الصحية بدمشق قد تقريبا. تقريبا المراكز الصحية تفوق 60 مركز طبعا، منه 45 مركز صحي بيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، و15 مركز مراكز تخصصية للأمراض الأمراض السارية، أمراض مزمنة. طبعا نذكر منها مركز الليشمانيا، مركز الإيز، في عنا مركز جلدية، مركز السكري، مركز التلاسيميا اللي بقدم طبعا لمرضى التلاسيميا خدمات كثيرة كبيرة. طبعا هي كلها عبارة عن بتأدي الخدمة الأولية اللي هي تخدم الطب الوقائي طبعا، خاصة خدمة اللقاح اللي نجحت بنجاح كبير طبعا في مراكزنا الصحية طبعا، إضافة إلى خدمة الصحة الإنجابية طبعا اللي في عنا لعبة تساعد النساء طبعا من ناحية الإنجاب، من ناحية الخدمات الحب موانع الحمل، الوسائل كلها هي المتاحة. كمان في عنا طبعا الخدمات السنية العلاجية كمان موجودة طبعا عم تتقدم بشكل كامل، وإضافة إلى العيادات الداخلية للداخلية العامة طبعا. طيب يعني نحن كنا نشوف خلال الأزمة الراهنة أنه المشافي هي عم تحمل العبء الأكبر خلينا نسميه، يعني من خلال الأحداث اللي عم تعيشها سوريا. خلينا نحكي عن دورها خلال الأحداث الراهنة حاليا، هل كان لها دور فاعل؟ الحقيقة بالأزمة الراهنة طبعا أجابت توجيهات من السيد الوزير والسيد مدير الصحة بافتتاح طيب مراكز طبية دوام مسائي 24 ساعة تقريبا. تم توسيع هاي المراكز بالمناطق الساخنة طبعا الموجودة، تم افتتاح مركز بالآبون بمركز زور حبي بمنطقة الشيخ محي الدين، طبعا مركز 7 نيسان بالتجارة. هدول عم يقدموا طبعا على مدار 24 ساعة. طبعا في عنا المراكز الصحية كخدمة إلى هي خدمة الوقائية، يعني هي الخدمات اللي قدمها بالبداية هي خدمات وقائية، يعني تشمل الطب الوقائي، حكينا عن اللقاح عن الصحة الإنجابية، لكن العيادات التخصصية طبعا اللي هي ممكن تكون هي نقطة التماس الثانية للمريض، ممكن في حال تم تشخيص المرض مثلا ممكن يصير تعاون مع الهيئات المستقلة مع شافي وتتحول مع في تعاون بالموضوع، في تخدير ومن اختصاص هاي العيادات والمراكز. طبعا ممكن يعني في حالات ممكن تجينا فورا نحن نحيل على المشافي، في تخدير راجعة بيننا وبين المشافي. طب بيننا وبين هون تقييمك انت كاعلامي استاذ محمد لعمل هاي العيادات؟ والله انا احس يعني طبعا اكيد ما في شك، يعني الازمة بالمجال الطبي كانت رائدة ولها باع طويل وقدمت خدمات، ونحن لا ننكر هذه الخدمات، بس لكن احنا على الأرض الواقع خلينا نكون واقعيين شوي، يعني من خلال عملنا الإعلامي كنا نشاهد ونروح مشاهدات ميدانية. يعني بفرض حضرتك دكتور انه قلت وقائي، يعني العمل الوقائي بالظروف العادية، بس يفترض بظروف الأزمة يفترض تكون في حالات إسعافية كتير، والمراكز عم تحكي هي حضرتك مثل 7 نيسان وكذا وكذا. يعني نحن بهالمرحله ما محتاجين انه وقائيه، لان احنا بظروف حرب، يعني حرب كوني مثل ما سمعنا. بقى النقطه اللي انا حاب احكي فيها
وسبق ليش ما بيطوروا عملهم اكثر؟ يعني العمل الاسعافي عمل كثير مهم مدام، يعني العمل الاسعافي نحن اللي بنشوفه على مدار المشافي سواء عيادات شامله ولا هيئات ولا مشافي حكوميه، قسم الاسعاف من الاقسام الرائده والجيده والتي ممكن ان تكون فيها الخبره تحتاج لشيء يعني عميق. وللاسف انه اللي ماشيين بنشاهده، نحن لا ننكر الخدمات الطبيه، بس هي مو يعني ما أنا هي استفهام بس، لكن هي رسم السؤال. يعني يفترض انا دائما بشوفه من خلال جولات الميدانيه، قسم الاسعاف قسم هام جدا، بس لكن الشيء غير مفعل لسبب واحد، معظم الاطباء اذا اعتبرنا الكادر موجود ومتكامل اكيد في نقص، لانه حيكونوا مقيمين، طبيب مقيم، يعني هالدكتور هذا الموجود هو عباره عن لسه خبرته تمتلك لعام او عامين او ثلاثه اكثر. غياب الاختصاصي، دائما الاختصاصي لا ياتي الى قسم الاسعاف. طيب ممكن هذا المقيم هو عباره عن عم يعمل خبرات مبدئيه يعني غير متكامله، ما عنده الفكره ليعطي الحل الجذري، لانه هذا اسمه اسعافي. يعني كلمه اسعافي يعني بده يكون عنده شده ملاحظه لاعطاء التشخيص بشكل مناسب. ما بدي ارفع السماعه ودق للدكتور قاعد بالعياده او قاعد بالمشفى او قاعد بمركزه الخاص عم يتمتع بالكرسي، انه فقط انه عم توصل هالمعلومه انه شو انا نعمل. يعني بينما نعمل شو نعمل، نرجع لنفس القصه المبدئيه الاولى اللي حكينا فيها، انه بيكون راح يعني افترض في عندنا ضعف بالكادر الاختصاصي، يكون يا اخي ما يكون مناوب بس يكون مشرف على عمل هالاطباء. هاي نقطة كثير عم بحسها انه عدة نقاط اثرتها دكتور غياث، يعني عم حكى كثير نقطة جوهرية، انه ليش ما بتهتموا بالخدمات الاسعافية الخدمات الطبية الاسعافية اكثر من الخدمات الطبية الوقائية. النقطة الثانية تأهيل الكادر الموجود المتواجد في هذه العيادات والمراكز. طبعا استاذ احمد، بالنسبة لنا للقسم الاسعافي بكل مركز صحي يوجد في نقطة اسعافية، غرفة اسعاف طبعا هي موجودة. نعم. لكن انت حضرتك عم تتحدث انه اطباء مقيمين في مشافي، اقسام الاسعاف المشافي هلا، يعني عندنا انت طبيب مقيم ما بيداوم بمركز صحي، الطبيب المقيم دائما داوم في مشافي، طبعا هذا من ناحيه تاهيليه وتحليليه. نعم بحاول نعمم، ما عم نخصص انه بس كعادة. فطبعا نحن بالنسبه لنا المشافي طبعا كان توجيهات السيد الوزير من فتره طبعا انه الاطباء الاخصائيين يتواجدون على راس عملهم على مدار 24 ساعه، وهلا صار في طبقت برامج طبعا موجوده هلا، تم ارسالها لمدير الصحه دمشق طبعا، وبتتابع الموضوع بهذا الشكل كامل، انه الاخصائي بيكون موجود مع الطبيب المقيم اللي بيكون ممكن يكون سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه طبعا، فقط اشراف هذا الموجود. هذا حتى طبقنا فيه وبلشنا من بدايه الازمه طبعا، حسينا بالثغره هي الموجوده طبعا، وهلا يعني هي قيد المتابعه وقيد الاشراف على الموضوع هذا. فلا بتلاقي باي قسم اسعاف طبيب اخصائي موجود، في مقيم بيكون سنه اولى، مقيم سنوات المتقدمه الثانيه والثالثه، فبكون ثلاثه اطباء مقيم متواجدين في قسم الاسعاف بالاضافه للاخصائي. وهي الثغره الحمد لله يعني عم نتداركها شوي شوي، لانه ان شاء الله نحكي انه الكادر الطبي، نحكي بصراحه يعني في هجره للكادر الطبي حاليا، يعني فعم نحاول نحن قدر الامكان انه نحافظ على الكادر الطبي هذا. طيب هذا بيقودنا لسؤال عن التفرغ الطبي، انه يعني غير مفعل بلدنا، حتى عم نضطر انه نذهب بعيدا شوي. طبعا هي المشكله كبيره ما رح نناقشها، يعني بنحكي مثلا اخصائيين طوارئ، يعني اخصائيين طوارئ احنا كانت يعني سوريا بتعد افضل اخصائيين طوارئ عندنا بدنا، بالاخير كانت هاجر الى اماكن اخرى بسبب المادي، سبب ما بنعرف يعني. ولكن حاليا في توجهات وزاره الصحه طبعا بهدول الاطباء مثلا الطوارئ التخدير، رفع طبيعه العمل تبعهم اكثر، منحهم يعني يعني قراءات اكثر مشان يضلوا محافظين على رح نحكي عن نقطه انه كيف ممكن انكم يعني تجذبوا اطبائنا انه يضلوا بالبلد ما يهاجروا نتيجه خلينا نقول تامين لهم الظروف الماديه المناسبه لاحقا. لكن بدي ارجع لنقطه الهيئات العامه اللي انتم من عامين ونص تقريبا تحولتوا كمشفى عيون، من سنتين ونص لهيئه عامه، مشفى العيون تحول الى هيئه عامه. يعني هذا الكلام شو بيعني؟ هل يعني انه هل يعني بات التحول يعني انه المواطن رح يدفع اجور في العيادات الخارجيه والعمليات الجراحيه يعني مشابهه لاجوركم؟ لا الحقيقه ام انعكس، هل هذا ايضا انعكس ايجابا يعني على الخدمه المقدمه للمواطن، ام انعكس ايجابا خلينا نقول على الاطباء اعطاهم حافز مادي اكبر؟ خلينا نحكي من البدايه، التحول لهيئه هو سرعه في اتخاذ القرار،
هو استقلالية مالية. استقلالية مالية المؤسسات الحكومية والوزارات لما بدها تستقل عنهم هيئة عامة معناتها هي لازم تحقق شيء من الدخل لحالها. هذا الدخل ما عم ينصرف في أماكن، في إشراف على أماكن صرف الدخل. نحن اليوم لما عم نقدم خدمة ممتازة مو جيدة ممتازة للمواطن عم يصير علينا ضغط، والضغط هو عبء مادي، هو عبء. الخدمة الصحية خدمة مكلفة، ما أنا خدمة رخيصة. أعطينا نتائج دكتور عمار. النتائج جيدة جدا. أنا لحلك شغلي، نحن اليوم حسسنا نحقق مثلا نجيب أجهزة ما أنا بضمن الحصار وبقمة المنع الموجود على سوريا، حسنا نحقق السنة أحسن أجهزة ليزر على مستوى العالم، حصلنا نحضر على لقسم الليزر لسوريا لمشفى العيون الجراحي. عم تتطور الأجهزة هي صار دفعة بشكل مباشر. عم تقدروا تجيبوا نحن الحمد لله مساعدة من الدولة وباستقلاليتنا المالية حسنا نحقق إنه نحن نستجلب. لو نحن كنا مالنا هيئة مستقلة نحن كان بدنا مناقصة ومناقصة ومناقصة والشركة ولجان 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 بالأخير أخذت وقت طويل، دخلنا بمواضيع مشربكة قانونيا. نحن اليوم هيئة مستقلة إلنا القرار بنحسن نحقق نستجلب هذه الأجهزة. نحن اليوم على موضوع العمليات أحسننا نجدد كل قسم العمليات بأجهزة متطورة وحديثة. اليوم هاي الهيئة بتعطيك الحرية في حرية اتخاذ القرار، الهيئة المستقلة بتخليك تكون عندك السرعة في العمل، السرعة في اتخاذ القرار. المريض اللي عم بيفوت هو فعلا عم بيدفع رمز سعر رمزي، بالماضي كان مجاني كاملا، لكن الدولة هل تستطيع أنه تتحمل العبء المالي إذا أنت بدك تقدمي خدمة مالية ممتازة؟ مستحيل. لما بده يكون كل شيء مجاني بده يكون في خدمة صحية غير مجيدة. خدمة صحية غير جيدة معناتها في شيء حيتأثر ونعاد بالنهاية بالسوق على المواطن. نحن عم نأخذ أجرة مثلا، خلينا نقول أنه كمان في بلدان يعني ما بيعتبروا خدمة أو الاستطباب العيني أنه من ضمن الخدمات اللي بتتدخل فيها الدولة أو الرعاية ضمن الرعاية الصحية. الرعاية الصحية بكل دول العالم هي مشمولة بالتأمين، الخدمة العينية وخدمة الصحة العينية هي مشمولة بالتأمين الصحي. نحن نظام التأمين الصحي هلأ بلش يدخل على البلد جديد وكمان في إلنا تجربة معه. نحن كهيئات مستقلة فينا نتعاقد بشكل مباشر. نحن اليوم عم نطور من المشفى تبعنا، عم ناخد عم نحقق نظام من نظام الجودة اللي بيخلي شركات التأمين اللي بتخلي شركات التأمين تيجي تتعاقد معك، اللي بتخلي المواطن يميزك عن غير مشافي. نحن اليوم عم نقدم خدمة صحية جيدة بأجهزة. عطينا بالأرقام عدد المراجعين أنا بحسن يوميا. أعطيك بالأرقام بسنة الأجور بشكل عام ماشي الحال، بس خلينا نحن نعطي والخدمات المقدمة سنة 2011. بسنة 2011 نحن الخدمات اللي تقدمت بمشفى العيون الجراحي قدمنا 104,300 استشارة طبية أو مراجعة طبية، 70,000 حالة منهم مجانية، 33,000 حالة اللي دفعوا أجور رمزية. فمعناتها نحن المواطن ما حملنا عبء، بالعكس اللي قادر يدفع وحابب يجي على مشفى العيون أهلا وسهلا، اللي مو حابب اللي مال باستطاعته يدفع وبده يجي على مشفى العيون كمان أهلا وسهلا. هذا المشفى تدرسوا الحالة المادية والاجتماعية لكل مريض؟ الحقيقة نحن في أصول للتعامل بالأمور، في شروط هلا فقر الحال اكيد هذا فورا بيتعامل معامله كامله، في استثناءات حسب المنطقه القادم منا، في لجنه موجوده بالمشفى لدراسه حاله المريض والدراسه وضعه. ما بتاخذ الدراسه اكثر من 5 دقائق، انه انا ما معي اهله وسهلا تفضل مجاني. يعني هو الامر روتيني جدا، لكن الهدف انه نحن نخلي شيء من الناس انه نحن بحاجة فعلا للخدمة الصحية. قلت لي خدمة مكلفة والأجهزة الصحية تبعنا والأجهزة العينية خاصة أجهزة جدا غالية. وبكمية 104,000 مريض عم نحكي، هي الأجهزة عم تتلف بسرعة، استخدام كتير عليها ضغط عمل، بدها صيانة، بدها تجديد، بدها هذا الحكي. إذا أنت بدك تضلك عم تطلبي بتأمين الدولة ما عم تقصر، بس لكن نحن علينا كمان خدمات. نحن اليوم مثلا عنا عقد النظافة، عنا عقد الصيانة، عنا حوافز مالية ومادية للطواقم التمريضية والطواقم الطبية بالمشفى، ولو هي كانت حوافز رمزية فعليا، لكن اللي عم بيقدم الخدمة بيصير بيقدمها بشكل أفضل، برحابة صدر أوسع، عم بيعرف أنه أنا عم بشتغل فعلا وعم بلاقي شيء بالنتيجة. خلينا تمام، عندك مداخلة بهالخصوص يعني. تفضل. نحن يعني ما بدنا نفند كل شيء، عملكم مشهود له الحمد لله، في عمليات كثير وحكيت أرقام كثير جميلة جدا، بس هي بيتخللها
استفسارين او ثلاثه. تفضل. اول استفسار انه هو هالعمل هذا له اختلافات. ايوه. ما بعد العمل الجراحي. نعم. او العمل كعمل. انت عم تقول يمكن وصلني تقريبا حسب معلوماتي انه بمعدل 25 عمليه يوميا. وهناك 6 غرف عمليات. نعم. ولا يقل عن 500 مراجع يوميا. نعم. هذول بيجيهم اجباري واختلاطات. نعم. شو الاختلاط اللي ممكن يحصل عليها من خلال العمل الجراحي؟ وشو نسبتها نشوف انه مقارنه مع الارقام اللي عم تحطونها؟ تماما. هي استفسار واحد. مزبوط. في بعد تبع عنك في اختلاطات مذكوره في الطب وفي الادب الطبي انه ممكن اثناء العمليه يصير نزف، ممكن يصير اثناء العمليه وزمي، ممكن يصير اختلاط مذكور داخل الادب الطبي انه هذا شيء وارد الحدوث. نعم. لكن نحن قديش فينا نخفف من هذا الاختلاط؟ قديش فينا نحن نحدد من انتشار هذا الاختلاط؟ في اختلاط الالتهاب والانتان. الحمد لله نحن بالهيئه العامه عندنا عقود تعقيم وعندنا عقود نظافه وعندنا عقود وعندنا نظام. اليوم عم نعمل نحن بمشفى العيون الجراحي ابن النفيس بفضل انه هيئه مستقله، عم نعمل اكبر وحده تعقيم مركزيه للعمليات في كل مشافي سوريا، وكلفه ماليه جدا مكلفه. في حال صارت حاله عم تتنفس هلا لما بتصير حاله اكيد في ما يخلى الامر، اللي بيشتغل بده يصير معه مشاكل. نحن طالما عندنا هالاعداد الكبيره من المراجعين بده يصير مشاكل، لكن في مشاكل مقصوده وفي مشاكل بتصير بشكل عفوي ومذكوره بالطب. المشاكل المقصوده اليوم نحن شكلنا لجان لمتابعه هاي الاختلاطات، ولجان من كبار الاطباء بالمشفى وعم بتتابع الحالات وعم تدرسها، وبعدها بندرس انه ليش عم بيصير هذا الاختلاط وليش وكيفيه التعامل مع الاختلاط وكيف بدنا نخفف منه اذا حدث مره ثانيه. طيب كمان في سؤال ثاني. تفضل استاذ. عشان ما نفتح بيت الفهله وسهلة. يعني فرصه طالما نحكي الموضوع، يعني هلا طالما عم تحكي بهالامكانيات وتشكيل لجان وما لجان، نحن انه سمعنا انه مؤخرا انه فقدان الثقه انتم عندكم هلا حاليا كنتوا عم تقوموا بالبورد العربي. نعم. بورد عربي يعني صار شيء جميل جدا انه نحن ما عاد صرنا بحاجة إنه نخرج الخارج وندرس هناك وتعلم. بظن يمكن المشفى أو الهيئة إلى دور وقامت فيه، بس فقد الثقة لفترة ما وقدرتوا على ما أظن إنه تسترجعوا هالبورد بشروط معينة لتحقيق الجودة. واللي بيقودنا إنه نحن أنتوا طالما عم هيئات، يعني لما بتكون ما في جودة مع تصفية الهيئة كدكان أو كسوبر ماركت أو كذا، هذا الشيء كثير يعني بحز بالنفس. معناته اول شيء سؤالي لسؤالين بس بشكل مختصر عشان نكسب. نعم. ننتقل للدكتور ياسر. اول شيء انه الى اين وصلتم بالجوده؟ لحتى ما نكون دكانه مثل بعض المشافي طالما انه اخذنا صفه الهيئه. واثنين انه كيف استرجعتوا؟ وكمان في فحص بيقوموا فيه حضرتكم عن طريق فحص الاطباء هو الاي سي او. تحكينا بشكل خاص عشان ما نطول عليك. حاضر. انا ما حطول عليك. نحن بمرحله انتقاليه صارت، هي مرحله انتقالنا من مرحله لا هيئه او مرحله مرتبطين بالمديريه لنصير هيئه مستقله. نحن الحقيقه تاخرنا والتاخير كان مقصود، التاخير كان لنشوف نحن كيف المشافي الثانيه والهيئات الثانيه كيف بدها تسير وتطبق نظامها لنستفيد من الاخطاء والمطبات اللي بدها توقع فيها. هالفتره الانتقاليه هي في فجوه مالية وفجوة إدارية وفجوة بالقرارات صارت. هي الفجوة صارت اليوم ما كانت لفترة طويلة الحقيقة، فورا تداركناها بمجرد ما دخلنا بالهيئة، وهذا شيء كويس الحقيقة. نحن ولو لفترة بسيطة من الوقت، لكن نحن لما دخلنا بقوة ودخلنا بأحسن التجهيزات ودخلنا بأحسن الجودة. نحن لما بلشنا عرفنا شو بدنا نبلش، وين بدنا نبتدي، يعني عرفنا. يعني نحن للأسف ما أجانا حدا من وزارة من من من, من الحكومة أو من المؤسسات الحكومية قالنا أنه أنتوا هاي الخطة تبعكم تبع الجودة لازم تمشوا عليها. نحن طورنا برنامج الجودة لحالنا، جبنا مكتب للجودة، أطباء مختصين بموضوع الجودة، وهذا الشيء كتير كويس بموضوع الهيئات المستقلة. نحن لو عندنا هيئات مستقلة ما حسنا نعمل هالشيء. وإجت مكتب الجودة في وزارة الصحة ومديرية الصحة راقب العمل وتطور سيرنا في موضوع الجودة. الجودة بينقسم لنوعين، جودة العمل اللي أنت عم بتقدمه وجودة العمل الإداري. نحن الخدمة الطبية اللي عم نقدمها الحمد لله بشهد لنا الشعب والمواطنين والناس والمرضى اللي عم بيراجعونا، ونحن من أحسن أنواع الخدمات الطبية اللي عم نقدمها بسوريا، مو بس بسوريا. أنا يمكن نحن ما بنقبل نكون، نحن أكيد أكبر مشفى عينية بسوريا، نحن ما بنقبل نكون أحسن مشفى بالمنطقة. طيب ولجهة الخدمة الفندقية في المشفى هل تحسنت أيضا؟ الخدمة الفندقية الحقيقة نحن في
تجهيزات كثير كويسه دخلت على المشافي. نحن عندنا اجنحه خاصه للمرضى مجهزه بتلفزيون ببراد بسرير مع مرافق، وفي عندنا الاسره العامه. طيب. انا تفضلي. لا اكمل فكرتك. الحقيقه نحن هذا المريض لما عم بيدخل على مشفى العيون الجراحي نحن عم نحاول نقلص من اكبر عدد ممكن من الايام والساعات وجوده في المشفى. بتعرفي انه مريض اذا ما بيحتاج، في مريض اليوم الواحد اللي هو بفوت بيعمل عمليته وبيطلع، ما في داعي لهذا المريض انه يكون قاعد 48 ساعه وهو عمليته او اجراءه هو عباره عن ساعات معينه. فبالتالي انت بتخففي بنسبه الالتهاب عنده، بتخففي بنسبه الانتان، وبالتالي بتعطي دور ثاني لمريضه. نحن عم نقوم بهذا العمل بشكل جيد وعلى احسن وجه. في كمان دكتور اخر استفسار بنرجع لك، بس بدي طيب. اسال الدكتور غياس، يعني انه كونك انت مدير التاهيل والتدريب في صحه دمشق، شو هي النشاطات اللي بتقوم فيها دائرتكم وانعكاسها بالتالي على تطوير الخدمات الطبيه، كونك عم نحكي عن الخدمات الطبيه في مشفى العين؟ طبعا التاهيل والتدريب الطبي مرتبطه طبعا بمدير التاهيل والتدريب في وزاره الصحه، طبعا هي عملها طبعا تاهيلي تاهيل الكادر الطبي. طبعا اول شيء عندنا في عندنا شعبة المفاضله، طبعا المفاضله هي اللي بتستقبل الاطباء اللي يتخرجوا حديثا من الجامعه مشان الاختصاصات اللي مختلف الاختصاصات، طبعا الطب البشري وطب الاسنان والصيادله. هي طبعا على مدار السنه في عندنا عده مفاضلات، بس هي طبعا الاطباء العامين والاطباء الاختصاصات الفرعيه، كمان لترميم الاحتياجات في المراكز الصحيه، يعني التعاقد مع اطباء اخصائيين. في عندنا طبعا شعبة هي التعليم الطبي المستمر، واللي هي اهم شيء عندنا، اللي هي بتقوم دائما باعداد المحاضرات الطبية المستمرة. يعني في عندنا عمل تدريبي دائم في المشافي طبعا بالتنسيق مع الهيئات العامة بشكل مستمر، في بشكل دائم عندنا، بشكل دائم عندنا بشكل اسبوعي في عندنا برامج تعليمية موجودة بمشفى العيون، بنفيس، بمشفى دمشق، طبعا بالتنسيق مع المجالس العلميه الموجوده بمدير التاهيل والتدريب والكادر الطبي وكافه الاخصائيين. كان مدير صحه دمشق كل سنه باسبوع علم، طبعا اسبوع علم متميز، هذا بصير في محاضرات متنوعه للتواصل مع الجديد في الطب. طبعا دائما العمل التاهيلي والتدريبي دائما هو بشكل مستمر قائم، طبعا بالتواصل مع المشافي مع المجالس العلميه. في عمليه او تحديد النسل وايضا موضوع الانجاب واللقاح الوطني، يعني اكثر شيء متركز يمكن عمل هالعيادات والمراكز فيما يخص هالنقاط هي. طبعا احنا هنا انتقلنا موضوع الرعايه الصحيه الاوليه، واللي هي اهم شيء فيها خدمه اللقاح، وطبعا خدمه الصحه الانجابيه، واللي هي يعني الحمد لله ناجحه بشكل كامل، خاصه خدمه اللقاح، يعني خدمه رائده جدا، اعطت نتائج كثير كويسه. انخفضت كثير من الامراض اللي كنا نشوفها قديمه كثير، ما عدنا نشوفها هلا الحمد لله. طبعا اضافه لموضوع خدمه الصحه الانجابيه بالنسبه للسيدات، سواء كان الحوامل او السيدات اللي عم ياخذوا موانع الحمل، هي بكل مراكز صحيه متوفره، في اخصائيه نسائيه، في قابله، طبعا في ايكو مجهز طبعا بكل مركز صحي لتأديت هذه الخدمة على أكمل وجه تقريبا. طيب أستاذ محمد، هون بدي أسألك عن المراكز الصحية قبل ما تعطي السؤال الدكتور عمار. تماما. هاي المراكز الصحية البعض بيشوفها أنه عم تحوي نوع من خلينا نسميها البطالة المقنعة، يعني في أطباء ممرضات ممرضين موجودين بهالمراكز فقط لي يعني يحصلوا على الراتب بنهاية كل شهر، وهم يعني ما عندهم شغل. شو حقيقة هالموضوع؟ أنت مراقب يعني لعمل هاي المراكز؟ الفكرة يعني ممكن السؤال أسأله هو يكون فعلا جواب حضرتك. لا شك أنه في دورات مستمرة، بس لكن على أرض الواقع نحن من خلال عملنا بصفحة المجتمع كنا دائما نروح لورشات تغطية لتقوموا فيها حضرتكم. يعني احنا نتفاجأ انه فعلا قبل الأزمة، وان شاء الله بتنتهي الأزمة على خير بنرجع مثل ما كنا، بنلاحظ انه الدورات مكثفة وجيب طاقات من معظم الدول العربية، ونشهد ورشات عمل شبه أكاديمية، بس لكن بالنهاية في مقترحات، بنهاية المقترحات تقرأ أمام الكل العموميات، ولربما يكون في خبات شوي استفاد منها. نوصل لسؤالها، ترجع بتنزل بهالدرج ونعمل بروتوكول وناكل جاتو وكل شيء وما بنشوف شيء. هذا بيقودنا لانه يفترض انه طاقاتنا الموجوده لربما تعمم على اشخاص، وهي انا بدي احطها يعني
برسم كمان السؤال المهم، انه قسم منا ممكن يطلع لبرا ويعمل دوره ويرجع وما حدا يدرى فيه، يعني ما في تخصص نظامي او التزام لكل الاشخاص ياخذ دوره. هي اذا كان في دورات خارج القطر، يعني عندنا طاقات شابه موجوده، ليش نحن ما بنعمم هالتجربه تكون دورات خارجيه يطلعوا لخارج القطر يشوفوا خبرات العالم؟ عم بيشوا عنا ما لهم احسن منا، يعني نحن نتمتع بكوادر طبيه رائعه وهائله على مستوى العالم، باطباء كلهم سوريين نفتخر فيهم، بس انه الحياز او الحياديه شوي يعني. تشعر بنوصل لسؤالها انه بحس حاله واحد مهمل، انه انا شو بدي اقدم؟ انا رح ابقى بهالمركز خلاص، نتيجه غياب التخصص مثل ما غياب التخصص اهتمام بتقديم دورات نوعيه، مو بس انه والله نعمل ورشه على مستوى الداخلي، نعمل على مستوى خارجي وناخذ حقنا كممرض كطبيب. في كثير تهميش لهلا بهالحاله، هي بتشعري انه هالشخص هذا اخي انا بدي اخذ راتبي وروح على بيتي، ما بدي شيء، هاي هي يعني. دكتور غياس، مدى الحياه تبعت وزاره الصحه الفتره الاخيره برنامج النقاط؟ طبعا الطبيب اللي عم يداوم بمركز صحي، طبيب خليني اقول بشري عام، كان بشري وصلوا زمان عم يداوم بمركز وانقطع عن الدراسه، انقطع ما عاد قدر. طبعا نحن عم نقدم له المحاضرات هي لتاهيله يعني دائما لاعطائه المعلومه الجديده، بس مو بشكل المطلوب. طيب يعني ما في هالزخم. انا عم بحاول يعني فعل البرنامج هذا، انا بحاول مثلا فعل البرنامج هذا انه ممكن هالطبيب هذا يضل على تواصل مع الجديد، مع الحديث بالطب، على التواصل العلمي الدائم في برنامج نقاط. طبعا كيف بيتم التواصل؟ التواصل انا بخلال المحاضرات اللي عملناها في طبعا في برنامج في برنامج نقاط. هلا الطبيب هلا نحن كنا بلشنا فيه البرنامج، هلا تعثر شوي، لكن هذا برنامج النقاط هو لازم كل طبيب يكون عنده يعني عدد معين من النقاط، ممكن هذا عدد معين من النقاط مشان مزاولته للمهنه بشكل على المدى البعيد. طبعا هذا كان موضوع هو داخلي طبعا، بس طبعا كوزاره طبعا ممكن تتبع الاساليب اللي ممكن تطور العمل، خاصة الطبيب اللي قاعد مركز صحي ما بيتواصل مع يعني مثل ما حكيت عمله إداري بيشوف المريض يعني. دكتور عفوا يعني بس محصور على الدكاترة اللي بيطلع يختصوا برا، بيكون له تواصل تماس مباشر معهم، بياخذوا هالخبرات اللي متطورة، والشخص العادي اللي زي قلت لك غير بادرو، يعني هذا الشخص لازم هو يكون اهتمام. طبعا هذا موضوع على 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 موضوع على مستوى اوسع، هذا طبعا هذا موضوع في ورشات عمل، في مجالس علميه موجوده طبعا، في مجلس طب العيون مثلا نحكي، في مجلس طب الامراض القلب، طبعا هذا بيتوسع بيفتح على علاقات تواصل مع الاخصائيين الاخرين في البلدان الاخرى. صحيح. على بسيط تبادل علمي هون. صحيح. هذا تنشيطه هو يعني علمية. يعني هذا التنشيط مؤتمرات علميه خارجيه يعني يتبع طبعا مديرية التأهيل والتدريب بوزارة عنا، بالإضافة لتنشيط الموضوع الأخصائيين والمجالس العلمية الموجودة اللي عنا. فنحن عم نحاول على مستوى كمديرية نحن أن نطور هالطبيب اللي إمكانته متواضعة شوي أو اللي صار له تارك الطب فترة طويلة. أما على مستوى الاقتصاد الكبير كتير، هي عم بصير مؤتمرات علمية، وهي المؤتمرات العلمية يعني الآلية قد تكون داخل بعضها، يعني ما بعرف الآلية كيف عم بيطلع الطبيب بيساوي دورة، فهي الموضوع بدها دراسة أوسع، بدها يعني تنخطط تحت المجهر أكثر مشان ربما يعني حجم أيضا الخدمة الطبية المقدمة بهي المراكز والعيادات ما بتتطلب منهم حتى أنه يعني يعملوا الشيء اللي عم لأنه عمله شبه صف إداري. بس حكي دكتور غياس العفو، نحن في عندنا محاضرات دورية، محاضرات دورية بمشفى العيون 3 محاضرات أسبوعيا، وعم وبالتنسيق مع مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الصحة عم بيصير جلب أو استدعاء أو دعوة الأطباء اللي بالمراكز الصحية لحضور هاي المحاضرات اللي عم تصير عندنا بالمشفى، ونفس الشيء بغير كل الاختصاصات عم بيحضر من عندهم موظف أو مسؤول عم بيسجل الأسماء وعم بياخذ هالأسماء وعم بيسجلها بنقاط. هاي سياسة النقاط. نحن بمشفى العيون حقيقة نحن كنت عفوا أنا كنا عم نحكي على موضوع البورد العربي، نحن رجعنا الثقة بموضوع البورد العربي وصرنا مركز معتمد للبورد العربي، كما انه نحن استجلبنا وحافظنا على موضوع فحص الاي سي او اللي تفضلت عليه اللي هو انترناشونال كونسل اوف اوفثالمولوجيست اللي هو الـ يعني المجلس العالمي لطب العيون. نحن اخذنا الفحص تبعه في مشفى العيون وصار مشفى العيون هو مركز معتمد، وهذا ما بيعطوا له مكانه المشفى فعلا على درجه عاليه من الكفاءه العلميه والثقافيه والعمليتيه كمان العمليه بالمشفى. لما نحن بنطور خبراتنا الشخصيه وكل واحد بيصير بيطور المجموعه اللي حواليه، نحن عم نشوف ان نحن العلم عم بيتطور بسوريا. نحن الحقيقه ما لنا قاعدين بمحلنا. بمشفى العيون الحمد لله بالهيئه العامه لمشفى العيون نحن في عنا تجربه شخصيه، ولكن بمساعده مشفى العيون حسنا نطور
اتصال مع الجمعية الأوروبية لجراحة الساد وأسواء الانكسار هي الإسكرز. أغلب الأطباء بمشفى العيون من أعضاء بهذه الجمعية. دائما في مجلات علمية عم توصل لعنا، دائما في عنا اشتراكات على الإنترنت. أغلب الأطباء بيروحوا بيحضروا بشكل شخصي. طبعا هون احنا منلوم شوي يعني الهيئة إنه ما عنا بعثات لنروح لهنيك، عم نروح على حسابنا الشخصي، عم نروح نطور حالنا شخصيا وعم نرجع نطور أصدقائنا يعني. وننقل لكن المشفى ما قصرت الحقيقة. نحن ما فينا ننكر إنه نحن بإمكانياتنا الضعيفة، نحن لما نقارن حالنا بدول العالم أو دول الجوار ما تواخذنا، نحن ما عنا شيء اسمه ميزانية للبحث العلمي. اليوم أعظم دول العالم عم بتحط ميزانيات ملايين الملايين من الدولارات للبحث العلمي، ما عنا هذا الشيء. وهي نحن مو خطة والله مشفى أو مديرية أو وزارة، هي بدها تجي خطة كاملة متكاملة. اليوم شركات الأدوية هل اليوم انصابت نحن ونحن متأسفين فعلا لهذا الشيء. نحن ببلدنا منفتخر أنه عنا صناعة دوائية مشهورة به ورخيصة. نحن عم نقدم للمواطن السوري والله دواء أقرب إلى البلاش. اليوم لما نسافر نفس الاسم التجاري ونفس الاسم ونفس المادة الدوائية لما نشتريها من بلد المنشأ تبعها غير مصنعة في سوريا بنلاقيها انه 10 اضعاف. اليوم هدول الشركات الأدوية اللي انضربت كانت عم بتساعد بشوي من الكفاءات والمؤتمرات ورعاية المؤتمرات. نحن كان نطلب اكثر من هيك، تحفيز للبحث العلمي، تحفيز بسموه. طيب دكتور معلش احنا اسف على المقاطعة، بس بخضم ما تحكي في سؤال يعني للمواطنين. احنا بجوز جينا يمكن مشان المواطن، يعني انت هناك طبعا مو حضرتك، بجوز الهيئه كعام يعني عشان ما نخصك بشكل خاص، يعني هناك تصريحات من شهور يعني ادليتم بها عن يعني تحت مسمى تصحيح البصل او تصحيح اسواق الانكسار باللي صحيح. طب هذا العمل كثير جيد، وانتم يعني من كمشفى عيون عن غير اختصاص لربما لكم باعوا فضلت في حياتك فيه كثير، يعني نحن بنتشرف فيه. بس هذا الموضوع يعني بهم شريحه كثير من الناس. صحيح. والناس بسطاء جدا. صحيح. وشافوا النور انه بهالموضوع، انه واحد رجع نظره او انه عنده مشكله. الحكومات السابقه بمجال وزاره الصحه يعني الوزراء السابقين على مدار دورتين يعني شهدنا طبل وزمر وفقاعات جياشة إنه سوف يرى النور بخلال 3 أشهر، ولكن على أرض الواقع حتى الآن بحضرتك أجهزة جديدة ومتطورة وحداثة وضاهي العالم فيها. بس لكن على أرض الواقع هذا الشيء ما شافه المواطن هالدرويش جاي من آخر أقاصي عامودة والرقة والحسكة وإجا لهون وما شاف شيء. ولحد الآن تصريحات 3 شهور وسوف يتم. صحيح. هذا الموضوع وما شفنا شيء. سيدي الكريم احنا بمشفى هذا العيون. صراحة بيودينا كمان لعدة شكاوى وصلتنا دكتور عمار من مواطنين حول ما أعلنته وزارة الصحة أيضا سابقا، يعني عم نحكي نحن عن حاليا عم تقول من 3 شهور تم الإعلان فيما يخص انكسار البصر ويعني توابعه. أيضا منذ أعوام يعني أعلنوا عن إنه المواطنين يلي بحاجة زراعة قرنية يسجلوا أسماءهم. طيب وبعدين اكتشفنا إنه طلعت زوبعة إعلامية، يعني يا ريت توضح لنا كيف بتصير هاي الأمور وليش. خليني بس أحكي على موضوع الليزر لحتى نجي، لأنه هدول موضوعين مستقلين تماما عن بعضهم. نحن أجهزة الليزر في سؤال آخر حاضر ناوي لك اليوم في نحن كأجهزة حديثة حسننا نجيب. نعم. وجبنا أحدث الأجهزة وأجهزة جيدة جدا وعم نحسن نقوم بأحسن الخدمات كأجهزة معالجة الليزر. الليزر أنواع الحقيقة. نحن عم نعالج الأجهزة اليوم، أجهزة الليزر اللي جبناها هي لأجهزة معالجة الشبكية أمراض اعتلال شبكية السكري. جبنا جهاز يعني حديث حتى ظهوره في العالم حديث هو الـ SLT اللي هو معالجة الجويئز لخفض ضغط العين، وهو معالجات حديثة جدا. أنت جبتون هدول الأجهزة؟ جبناهم أول السنة، ما قلنا يعني بعز الأزمة بعز يعني الحصار نحن حسنا نأمن الحاجات بس نصرحوا أجهزة متطورة جدا وأفضل الأنواع. أقلع ما أقلع وجبنا أجهزة حتى لكن عم يقول أنه 3 أشهر عم تقولوا رح نحن هذا موضوع تصحيح النظر. نحن الحقيقة جبنا موضوع تصحيح النظر هو موضوع فعلا مهم جدا، لكن هو ما هو موضوع حياة أو موت، ما هو موضوع أنه بينقذ من العمى أو ما بينقذ من العمى. نحن جبنا الأجهزة فعلا وضغطنا كثير لنجيبها. نحن حنجيب والحقيقة عنده الحسن نظر وجبناها
والأجهزة ملحقات هذا الجهاز كلها تأمنت والقسم موجود ومكانه للجهاز الإكزيمر تصحيح النظر موجود والميزانية تبعه مرصودة. لكن المشكلة اليوم في توريد هذا الجهاز. نحن في فرق أنه نجيب جهاز كتير كبير بموضوع تصحيح نظر ونحط ضغط وندفع الكلفة المالية المرتفعة، والكلفة المالية الدولية بحياتها ما تأخرت ولا الهيئة تأخرت بموضوع الكلفة المالية، لكن اليوم صعوبة توريد جهاز تصحيح النظر هي في صعوبة. ولهلا ما تجاوزنا هالمرحلة لكن حنتجاوزها إن شاء الله. والموضوع ما نبيدنا يعني هذا الموضوع. نحن عم نعمل التفاف على هذا الموضوع، لكن هنجيب الجهاز وإن شاء الله ما حقوعد. بس خليني أسأل أستاذ محمد، دورهم أيضا في مجال الشبكة وزراعة القرنية يعني بهن شريحة كبيرة زراعة القرنية. هناك أمراض أيضا مستعصية، هل عم بتقدموا كل هالخدمات أو عم بتقدموا العلاج المناسب لها؟ بالنسبة لزراعة القرنية وموضوع تصحيح النظر، هلا في شغلة نحن بدنا نحكي عليها. نحن حققنا شغلة، جبنا أجهزة حديثة كمان المعالجة، ما عمرها 5 سنين، العمر الزمني كمعالجة هي معالجة تصليب القرنية. تصليب القرنية نحن جبنا كمان جهاز حديث جدا هو المعالجة السريعة لتصليب القرنية. هالمريض بياخذ 5 دقائق، هي بتعالج الحالات الشك قرنية مخروطية أو قرنية مخروطية في بدايتها. والحقيقة ككلفة مالية كلفة مرتفعة جدا على الدولة. نحن كل مريض بيحتاج لعبوة معالجة كأطرة صناعة أجنبية حقها بحدود 100 يورو، والدولة عم تقدمها تقريبا بسعر النص مع المعالجة، غير كلفة الجهاز وكلفة الكادر الطبي. نحن كهيئات لو ما كنا هيئة مستقلة وعندنا ميزانيتنا المستقلة وبتوجيهات من الحكومة وبتوجيهات من السيد الوزير والسيد رئيس الوزراء، نحن ما كنا وصلنا أنه نحسن نعمل هالتخفيضات اللازمة. الإيرادات اللي عم تجيكم بتكفي بتغطي الإيرادات يعني الحقيقة كل الأجهزة المتطورة اللي عم تجيبوها، تأمين الكادر تدريبه عم تأدي بصراحة. يعني الحقيقة نحن بدي أقول لك شغلة، الإيرادات كافية لكن لا تكفيكي أنه تجيبي كل شيء فورا، نحن عم نجيب بالتدريج. لذلك هذا الحكي بأكد كمان أنه موضوع الإكزيمر نحن حاطين له الميزانية ورازدين الميزانية وعم نحاول نجيبه، لكن بس صار جاهز هذا لأنه يجي هذا الجهاز نحن عندنا حقه فورا. في تنسيق بينكم وبين بنك العيون؟ بنك العيون الحقيقة نحن في تنسيق أكيد بين مشفى العيون وبنك العيون، وهن أصلا جيران كهيئات. بتمنى خلي يكون سؤال شاطر طالما عم نحكي عن الموضوع. اتفضل اسال سؤالك، عرفاني بدك تسال سؤال انه بنك العيون. انه الفكره انه بنك العيون طبعا هو هيئه مستقله لحاله ما لها علاقه يعني فيهم، يعني حتى اذا سالتيه بيقول لك نحن ما لها علاقه. هلا بنك العيون هو افترض يكون زراعة قرنية، وتصور هالرقم الخيالي انه 7000 مريض ينتظر دوره لتبرع بالقرنية. طبعا القطوف تفاجئي بعد 7 سنوات من انا رحت عليها هذا البنك، من اول ما كان الدكتور احمد خليفاوي اللي هلا حاليا كان مدير صحه سابقا ما بعرف ايش حاليا مدير صحه تمام، كان هو موجود كمدير بنك العيون. انا تفاجات فقت كاني فايت على يعني على شيء مغاره ما في اي شيء، يعني خالي من الموظفين خالي من الدكاتره. طبعا هذا الشيء بحزب النفس. السبب؟ السبب انه غير مفعل لاسباب ممكن نذكرها، وانا حابب اطرح الفكره بهالموضوع. تفضل، بتمنى يعني الجهات المختصه تكون عم تسمعنا، يعني بهمنا نعرف. انا رح اعطي الحلول حتى كمان يمكن شوي بالتعاون مع مديره البنك حاليا دكتوره رنا عمران. بتتفاجئ انه فعلا حتى الموظف يقول لك انا ما بشتغل شيء، قاعد حتى على قهوه وشاي، الدكتور قاعد لا شغل ولا عمله، يعني هو بحس حاله انه فعلا مهمش. هلا بجوز ربما كان في تنسيق مع دول اخرى، ونحن بعصر الازمه حاليا اكيد في له دور، بس لكن هي احيانا بتكون المشكله داخليه منه وفينا بالاساس. يعني على سبيل المثال اعطيك مثال، هلا الزراعه القرنيه مو على مستوى سوريا، على مستوى العالم هي بحدود حتى لو عالميا غير متوفره بالشكل المطلوب وتخضع للدور. يعني حتى يعني انا عم لك رقم قياسي بسوريا، على مستوى سوريا دمشق مثلا 7000 مريض ينتظر وعنده امل انه يجي دور، ما في شيء على ارض الواقع. الشغله نحن اللي عم بنعاني منها غير انه متوفر عالميا بشكل محدود، انه انا فعلا التبرع رغم انه بعض الجهات المسؤوله عن حاولوا يجيبوا فتوى اسلاميه انه يا اخي نعمل ثقافه التبرع. هالشخص يعني ميت عفوا، يعني ممكن نحتاج منه شغله رجع روح فيها، رجع انسان يشوف البصر. يعني هي الشغلة كمان حاولوا يشتغلوا عليها، أنا ما بدافع عنه صراحة، بحكي الواقع.
يعني هي ثقافه لازم يعني انه لازم نحن نعممها شوي تنتشر. عندنا اياها شغله مستهجنه انه انا اعطي عيني هلا كشخص واحد بينظر له نظره صعبه انه والله انا اعطي عيني لشخص ممكن بعد ما بالاخير بده يصير تصوري يعني بعد 7 سنوات وان كان اكثر انه لحد الان انزرع 4 قرنيات فقط واثنين يعني هي انا بعرف اثنين صححت لي الدكتوره قالت لي 4 قطوف العقبه الاخيره طبعا ما وصلوا انه لثقافه التبرع طبعا احيانا بيكون شخص هو او غيبوبه او لربما انه انا بعد ما اموت اعطوه عيني لفلان بس اكيد حيجي لمين للمقرب المقرب ما رح يجي انسان غريب لربما هو ممكن ينزل بس 4 قطوف على مدار الاعوام شيء مخزي يعني اثنين انه نحن لازم تتضافر الجهود كلها المؤسسات الحكوميه ومؤسسات كذا نتعامل تعامل انه نفتح الثقافه دور الاعلام كثير كبير وللاسف احكيها هي مو للاسف يعني احكيها احدى الجهات في قناه الدنيا اشاروا من فتره للدكتوره صار يصير مشاكل بينهم انه قالوا نحن فعلا لازم نعمم الثقافه هي ونسعى فيها انه نطورها على الاقل للمشاهد عشان الناس تصير عندها شغله عاديه الثلاثه والاهم والاهم هناك الروتين رجعنا عليه من اول ما بلشنا حديثنا انه لما بدي انا نحن طبعا بيمشوا هنا على مبدا الاستيراد القرنيه الاستيراد من الخارج طبعا احنا بدنا نستورد هلا طبعا في الوضع الحالي اكيد ضمن الظروف نحن المتاحه اكيد من الصعب بس لكن انه اذا افترضنا جدلا انه الامور رجعت ان شاء الله ومشي يعني مجرد الاستيراد تخضع لعمليه الروتين والمؤسسات الحكوميه ورفع وللوزير فلان فلاني طيب هل الوزراء اللي كانوا دارين المعركة بهالبنك لما فتحوه طيب ما بدهم يحسوا انه يخففوا من الروتين هذا أيوة بس حضرتك عم تقول انه يعني من لما نشأ او احدث بنك العيون انه كان شبه مشلول عمله شبه مشلول انه في فتحوا الاستيراد حتى قبل الأزمة يعني قبل الأزمة كثير سنوات قبل 7 سنوات لا يقع عن 7 سنوات انا شفته من اول ما بلش لحد لا انا ماشي معه اتفاجأت انه اول شيء هلا لما بدي اتعامل البنك العيون مع استيراد اي قرنيه طب شو الحلول اعطينا الحلول استاذ هلا الحلول انه اول شيء نكسر هالروتي بالدرجه الاولى ونحط ببالنا هن ببالهم بس غايبه عن ذهنهم انه هذا النسيج اللي عم بجيبه انا هذا نسيج بشري له عمر محدد لما انا بدي اخضع لروتين مرقه ب 10 شهور بسنه وانا بدي اياه 15 يوم بينتهي فعاليته هذا هون نحن يعني اهم شيء انه نكسر الروتين اللي عم نعيشه ونعمل ثقافه تبرع ونفتح مجال انه يكون في من الاعلام مع وسائل اخرى ماشيتات منشورات اعلانات انه ثقافه طالما انه طلع فتوى اسلاميه انه يا اخي يجوز يعني اكثر من هيك اشياء ممكن على الاقل بتحد من القضيه يعني هي تكون فتوى مفيده ايضا فتوى مفيدة على كل حال أنت اختصاصي بمجال العيون يعني إلا ما يكون عندك رد بهذا بالحقيقة نحن من 1998 لعام 2004-2005 بمشفى العيون لحالة زرعنا بحدود 4000 قرنية وهذا برقم مو قليل لكن كان يصير الاستيراد حصرا لمشفى العيون وهو تبرع بالحقيقة مو استيراد يعني كانوا اللي عم بياخذوا الرسوم الحفظ ورسوم الاختبارات اللي عم تخضع إلى القرنية صارت من الغرب إنه نحن ما بدنا نبعث لسوريا الثقافة اللي عنا نحن اليوم ثقافة المجتمع إنه أنا بدي قرنية لعيني لكن أنا ما بتبرع نحن طرحنا مشروع إنه نحن كل إنسان بده يتبرع بده يسجل على دور قرنية يجيب 2 متبرعين معه ويسجل أسماءهم لهدول 2 متبرعين هلا اليوم اختلفوا على الأعمار واختلفوا على الأمور تفصيلية يعني نحن ما بدنا نفوت بالتفاصيل لكن أنت إذا بدك تحصل على قرنية فالأفضل أنك تجيب متبرع كمان معك متبرع مو شرط ناخده فورا سجل له اسمه كمتبرع وبعد العمر الطويل إن شاء الله بعد 100 سنة نحن أنه أنت جبت مثل ما حصلت على قرنية هو دين ووفى الأمور نحن ثقافتنا صعبة شوي ومجتمعنا ما عم يتقبل هذا الموضوع تمام ونحن بحاجة لموضوع القرنية بحاجة ماسة نحن ما الموضوع بموضوع بإيد الحكومة هالمرة ولا بإيد مؤسسات ولا بإيد هذا الموضوع هذا فكروا على ثقافة المجتمع حصرا بإيد المجتمع لذلك مثل ما تفضلت حضرتك قلت هل بده يتبرع لعينه بده يتبرع للأقرب فالأقرب لا الأولى أنه أنا إذا محتاج لقرنية أنه أحضر معي 2 أشخاص
يسجلوا انه هن متبرعين بعد الوفاه، بعد ما يعني بينقضى عمره بعد عمر طويل، انه نحن عيوننا متبرعين فيها، وبتسجل اسمه وبينحصر هذا الموضوع. هاي بتكون فعلا نحن عممنا الثقافه تبعت ثقافه التبرع، مو بس القرنيه يعني للاسف في عندنا مشاكل بتبرع الكليه وعندنا مشاكل جدا في موضوع الثقافه هذا. دكتور غياث، بدنا نحكي عن العيادات والمراكز المتنقله ايضا في تحديدا مثلا في الباديه، هل هي عم تقوم بالدور المطلوب منها؟ وايضا فيما يخص الادويه، هل هي متوفره ام في نقص حاصل يعني؟ الحقيقه بالنسبه للمراكز الصحيه في يعني حث مستمر دائما على تامين الادويه الاساسيه طبعا، خاصه للاطفال طبعا، ادويه الصحه الانجابيه، موانع الحمل طبعا. والاهم هلا هو التوجه الاساسي انه الامراض المزمنه اللي هي مريض قصور القلب مثلا، مريض اللي عنده سكري، هي الامراض اللي هي اهم بكثير مثلا من انه ظرف التهاب سيفاليكس او ماكسيسيلين. يعني هلا التوجه الوزاره وتوجه المديريه انه نحاول هذول المرضى المزمنين اللي عندهم مثلا عندهم قصور قلب، عندهم قصور قلبيه، عندهم ربو قصبي مثلا، او مرضى الثلاسيميا، امن لهم نزعات الحديد، امن لهم الدم. فالحقيقه هي الاساسيه لهلا، التوجه الاساسي اللي عم بيصير عليه هلا. صار في مشاكل عم بتعانوا جراء الاحداث الحاليه؟ والله يعني صار في شوي، ولكن الحمد لله تم تامين الاحتياجات الاساسيه للمراكز الصحيه. بس حب اقول فكره هون، يعني انا بالنسبه للمركز الصحي، المركز الصحي ليس هو فقط مركز لتوزيع الدواء. يعني هلا احيانا بفوت المواطن الكريم، بفوت مشان ياخذ، طبعا بفوت مثلا معه ضغط مثلا، بياخذ ضغطه، ممكن يساوي تحليل سكر، ممكن يساوي تخطيط قلب، ممكن يساوي ايكو طبعا. اذا ما اعطيه مثلا، اخذ مثلا دوايين قلبيه عنده مثلا، خلينا نقول دواء اوبريسور والدواء اللازكس مثلا، ما توفر اللازكس، بيطلع بسبع المركز بيقول لك ما قدموا لنا هدول. يعني لازم الفكره انه المركز الصحي هو مركز لتوزيع الدواء، هي لازم نحاول عن طريق برامج التثقيف الصحي اللي هي نحن عندنا ضعف فيها حقيقه. يعني برامج التثقيف الصحي هي عندنا فيها ضعف، واللي هلا يعني توجه الوزاره انه تنشيطها طبعا. هي برامج التثقيف الصحي بتوجه طبعا للمواطن فورا، للام، لمريض السكري، لمريض القلب. فهي عم تلعب دور كبير انه المركز الصحي كمان عم يقدم خدمات، مو ليس هو فقط يعني مكان لتوزيع الدواء، يعني عم يقدم خدمه، والخدمه هي كثير مهمه. يعني يفوت مريض مثلا ياخذ ضغطه، يعمل تخطيط قلب، يفحص مريض السكري، يفوت يفحص الشبكيه، يفحص شبكيته، يفحص وظائف الكليه، يفحص يعمل فحص اوعيه طبعا، وبالتالي بياخذ دواء السكر، بينضبط دواء السكر تبعه. فالحمد لله الادويه تقريبا متوفره في 100%، ولكن اهم شيء التركيز على الادويه النوعيه اللي هي الادويه اللي هي المريض المزمن اللي هو بحاجه لها تقريبا. يعني واذا ما حكينا على مستوى الخدمات الطبيه على مستوى المحافظات، يعني أعلم بأنك أنت مسؤول عن دمشق، لكن يعني رأيك أو وجهة نظرك تجاه الخدمات المقدمة في المحافظات كيف بتشوفها؟ والله يعني خلال يعني يعني لقاءاتنا يومية تمام، من خلال لقاءاتنا والتقارير كمان في يعني في كثير محافظات عم تقدم خدمات كويسة. يعني قد تتفاوت الخدمة من محافظة لأخرى، ولكن يعني مبادئ الرعاية الصحية الأولية خلينا نقول على مستوى وزارة الحقيقة مأمنة وموجودة كخدمة. طيب دكتور، هون فيني أقاطعك بالفكرة هي بالذات. طبعا عم تحكي إنه في أكيد في خدمات، طب ليش بيلجأ كل المحافظات لدمشق طالما إنه مقدم خدمات؟ شيلنا على الظروف الراهنة، نحن عم نحكي أوقات عادي. بتلاقي مروحين جماعة ابن الحسكة عند بالشوارع، كانت ظواهر كثير مزعجة. يعني أنا هذا بيقودني سؤال إنه خدمات موجودة، ليش انه معدوم الثقه عند المواطن او عند المريض المحافظات بالمحافظات الأخرى. يعني انا ما بلجأ لعمليه جراحيه الا اجي على الشام. طيب معلش، انتم متجهين بكل القطر، يعني ما بتوقع على الكوادر، بس هو هل ترى تسيب واهمال من الطبيب، ما في مراقبه عليه، عم يضطر انه هو اجباري يجي على الشام، ولا في ظروف اخرى حابب تشيرنا اليها؟ والله قد يكون ارث قديم، يعني ارث قديم، يعني معروف انه العاصمه واطباء وخاصه انه يعني اكفاء والعاصمه، يعني قد تكون يلعب دور. هلا نحن اطباء تقريبا معظم اطباء اللي عم بيساووا اختصاصات عندنا بمختلف المحافظات طبعا بيساووا استاج عندنا 6 شهور، بيتكلفوا لعنا سواء كان مشفى العيون او مشافي دمشق او مشافي طبعا. اللي في قد نقول هناك يعني الخدمات الطبيه التاهيل قد يكون اكثر نوعا ما. طبعا في سياسه للوزاره انه تحسين الخدمات الطبيه هناك، تامين الكادر الطبي الكامل، تامين الادوات، تجهيز المشافي طبعا.
لكن قد يكون أز قديم هذا بده وقت. كم نرجع نقول موضوع التثقيف الصحي موضوع هذا غير كافي دكتور، يعني الثقافة يعني هي موجودة يعني الأزل، بس نحن عم نتعامل مع عمل إنساني يعني ربما يعني في حلقات قادمة نتوجه بهذا السؤال للسيد وزير الصحة يعني بهذا فيني الخصوص. أحكي كمان شوي طالما أدخل على الموضوع. هو طبعا في مجال التمريض أنا طبعا من خلال العمل الإعلامي ملاحق هالشريحة، لأنه لا تقل عن الطبيب يعني هن ويا سلسلة كاملة أكيد. وحلقة أكيد. كملوا بعضهم، لربما يكون في فارق التعليم شوي بس، لكن كمنظور عملي العملية الجراحية هن الاثنين سواء طبعا أكيد. يعني عمله متكامل متكامل. بس أنا في عندي 4 أسئلة مع أنهم مهمين أحكي فيهم، ما أعرف إذا كان تفضل سريعا إيه بسرعة تفضل. يعني هلأ أول شغلة نحن يفترض يعني على سبيل المثال مثل ما الطبيب جاب علامة عالية ودخل الطب، يفترض أنه التمريض يخضع للرغبة. هلأ في عالم ممكن تجيب 200 تدخل تمريض، ممكن في إنسان علاماته يعني ما جابت له شيء دخل. بالنهاية أنا بعتقد أنه يفترض تكون الرغبة بالانتقاء الممرضة بالدرجة الأولى، ومن ثم الشكل الجميل يعني أنا الله يحب الجمال. يعني على سبيل المثال أنا معلش أنا مريض، لما بدي أشوف والله فايت عندي ممرضة يعني تقشعر هالأبدان، أنا كيف بدي أكون مرتاح نفسيا؟ مو يعني مو لهدف شيء، هدف لأنه أعطاء هن ملائكة الرحمة. يعني أين موقعهم؟ هاي وحدة. الرغبة ما بتكون متناول الإيد دائما، هاي واحدة كتير مهمة. 2 على سبيل المثال أعطيك مثال كتير يعني يعني مؤسسي على سيرة مشفى الأطفال. مشفى الأطفال للأسف إنه لما بيخرجوا ممرضين يفترض يجي على كل عام حوالي 40 ممرضة. هالأربعين ممرضة للأسف 20 منهم بيروحوا إداريين بعد 4 سنوات وبيسمحوا لهم إنه يقعدوا إداريين. طب أنتوا شو درستوا وأنا كان 4 سنين بالتمريض؟ بتروح على المشفى مطلوب منها الممرضة تخضع لأربع أطفال تقوم برعايتهم، مع العلم إنه ممنوع المرافق يكون موجود. هاي ظاهرة الشوارع اللي عم نشوفها على الأرصفة، إذا اعتبرنا جدلا إنه هي هالممرضة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن هالأطفال. طب 4 أطفال، هل يعقل بكلام موسع 40 طفل لكل ممرضة؟ يعني كم إيد كم إيش بدها تشتغل فيهم يعني؟ طيب وضحت الفكرة. هاي 2. 3 إنه نحن ليش هو عم نتسير نحو إنه بنات متخرجين جدد من مدرسة التمريض، ونفس الوقت إنه عم تسعوا لتكون كلية. الكلية ما بتخرج ممرضات، نحن خلقة عنا تقصير عنا كادر قليل بالتمريض. 20% أو 50% عم بيروحوا إداريين، و20% لربما إنه يعني هي ظاهرة كتير مهمة لازم أطرحها بعد إذنك. يعني إنه المشافي الخاصة عم تستقطب طلاب التمريض من السنة الثانية. الشيء المهم واللي يخوف، أنا مشفى خاص اللي سمعتي بالدرجة الأولى حتى أقدر أكون نفسي عن نفسي، بتتفاجأ إنه عم يستقبل طلاب سنة أولى وسنة ثانية. طب وين الشهادة؟ كيف أنا قبلتها عندي بالمشفى؟ وكيف عم شغلها بالعمليات الجراحية؟ وين المشكلة الأكبر؟ إنه عم يكبر راسها، بتروح تدفع بدل. تصور تدفع بدل إذا فرضنا فرزوها على مشفى الأطفال وهي خصاصة تخدير. طب هي عم بتروح مجال غصب عنها على مجال مو درسته 4 سنين، بيلزموها إنه أنت والله المشفى جيتي لهون بدك تداومي كذا، شو بتعمل هي؟ فورا بتقدم تدفع بدل وبترجع لوين؟ على الخاص، لأنه ملاقي إنه مكان. طب أنت عم بتأهلها 4 سنين مشان تحطها يا إدارية يا إنه تروحيها على المشافي الخاصة، ما نحن العمل الأساسي هو عمل حكومي. طيب وضحي، تفضل دكتور غياث. الحين ما ممكن أن تكاد التمريض له دور كبير فعال ومهم مثل الطبيب طبعاً. طبعاً سياسات الأسهل نحن بالنسبة لنا مجال صح مدرسة التمريض طبعاً هي اللي طبعاً بعد المرحلة الثانوية طبعاً بصير في لجان مقابلات مفاضلات طبعاً وبصير انتقاء الأساس الكادر التمريضي هذا طبعاً. قبل يسبق ذلك في مدير التمريض عندنا موجودة بجلال الصحة في كل مديرية في دائرة التمريض، بصير اجتماع ما قبل هذا واحتياج توضع احتياج مثلاً مشفى العيون مشفى دمشق مشفى احتياجات طبعاً هي موجودة. لكن نحن عم نشوف يعني في عنا نقص بالكادر التمريضي، في عنا نقص حقيقي يعني انت حتى مرحلة انت
طبعا يعني انتوا عم تعرفوا كل مشفى ايش احتياجاتها، ليش عم تسمحوا تعطوا تصريح لوحدة تكون تصير اداريه 4 سنوات دراسه وبعد مرحله ثانويه وحصل علمي اجي انا اخر شيء والله بعدي عندي نقص كوادر؟ ليش كوادر؟ انا هي الظاهره قد تكون موجوده، ولكن اخر مره طبعا طرح موضوع التوصيف الوظيفي، والتوصيف الوظيفي طبعا اللي كانت عامه مع الكل طبعا انه الممرضه يجب ان تعمل ممرضه، والمساعد الفني مخبر يجب ان يعمل مخبر. طبعا هذا وتشكل طبعا لجان واليات لمتابعه هذا الموضوع. انا ما بقول لك بجوز الظاهره ما كانت موجوده، ولكن حاليا طلع امر وزاري تمنع كل ممرضه بعمل تمريضي، ممنوع تعمل عمل اداري، ممنوع تعمل مثلا مكتب قبول، ممنوع. هذا الموضوع جديد دكتور، هذا تقريبا عمره سنه او سنه ونص تقريبا الامر الوزاري طبعا انه الممرضه تعمل على ارض الواقع. في اليات عم تتابعها طبعا هذا، وهذا الموضوع يعني برجع اقول يعني بدها لجان تتابع الامور كلها. طيب ربما يعني بنطرح هاي المشكله بحلقات قادمه، يعني للاسف انتهى وقتنا. بالنهايه ما فيني غير اشكركم لتواجدكم معنا اليوم، الدكتور عمار كيال رئيس قسم الليزر في الهيئه العامه لمشفى العيون الجراحي، شكرا لتواجدك معنا. والدكتور غياث مرعي مدير التدريب والتاهيل في صحه دمشق، شكرا لك دكتور. وايضا السيد محمد عكروش اعلامي ومتابع لشؤون المجتمع، شكرا لتواجدك الكريم معنا. وأيضا مشاهدينا الشكر الأكبر لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج صوت وصدى.